كارينا كابور خان. ولدت في 21 من سبتمبر من العام 1980 بمدينة مومباي في الهند، وهي ممثلة لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية، وحازت على عدة جوائز فيلم فير. تنحدر كارينا من أسرة سائر أفرادها معروفين، وهي عائلة كابور العريقة، فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، وأختها هي الممثلة كاريشما كابور التي كانت من أبرز ممثلات التسعينيات. بدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين مع نجل الأسطورة أميتاب باتشان، وحازت من خلاله على العديد من الجوائز، منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتوالى نجاحاتها عام 2003. تعرضت كارينا للكثير من الإشاعات في بداية مسيرتها الفنية بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال الممثل هيرشيك روشان وفاردين خان، لكن أبرز علاقاتها والتي أثارت زخما إعلاميا كبيرا كانت مواعدتها علنا للممثل شاهد كابور، حيث بدأت علاقتها به عام 2004. ظهرت معه في عدة أفلام مثل فيلم فيدا وفيلم بهدوء بهدوء وفيلم سنجتمع سنلتقي، حقق نجاحا كبيرا في البوكس أوفيس. وبعد انفصالها عن شاهد كابور بدأت علاقة عاطفية عام 2008 مع الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر عام 2012، وغيرت اسمها إلى كارينا كابور خان. رزقت بمولودها الأول واسمته تيمور علي خان في صباح يوم الثلاثاء 20 من ديسمبر عام 2016. آخر أعمال كارينا كان في عام 2018 في فيلم ألفير ضد الزواج مع المخرج شاشانكا جوش، وفي عام 2016 بفيلم أوتا بنجاب مع المخرج أبيشيك تشوني، وكانت كارينا تقوم بدور شيفاني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.